كندير هادشي بالرجولة كنديرو، لأن كل ما عطيتي كل ما كتر، ما تيهمش من عطيتي، كيهم من أنك عطيتي، غير عطا أجي تاخد. بزاف الناس في المغرب باغا تاخد بلا ما تعطي، وهادي هي المشكلة، خاص تعطي وأجي تاخد. وملي كنبارطاجي كونتوني باش نرجعو تاني، كنبارطاجي كونتوني على كيفاش دير الفلوس، كيفاش تصوفي، وكندويجي مع التجارة الإلكترونية، لحقاش كتبان ليا فريمون هي الحل اللي باش ممكن الشباب يصوفيو راسهم. بغيتي تصوفي حاليا، انا مزاوق، الله يرحم لك الوالدين، الله يرحم لك البوات الجدود، انا مزاوق الاخوان، الله يرحم لكم الوالدين، 3500 اللي كتفرج فيا، الله يرحم لكم الوالدين اللي ما سمعوني شويه، قيل عليك السلبيه، قيل عليك السلبيه، قيل عليك تفرج في الحوايج السلبيه، قيل عليك داك الكونتوني المحرتك اللي كتمشي تتفرج فيه ديال الانفلونسر فلان وتمشي تسبو، كتسب تتفرجو حتى تسالي ليه وكتمشي تسبو، ما كنتفرجش فيه، تفرج في شي حاجه ايجابيه اللي تنفعك. راه كاينين ناس زوينين اصاحبي في هذا العالم، راه كاين باتريك بيت ديفيد في امريكا تفرج فيه، كاين ناس واعرين ماني خوسبين تفرج فيه، كاين جراند كاردون تفرج فيه، كاين ذا ماني ماستري شي حاجه تفرج فيه، كاين لندن ريل تفرج فيه، نزيدك شي انفلونسرز اخرين، كاين غاريفي تفرج فيه، كاين شكون اخر، عطا الله عطا الله الاخوان، عطا الله صاحبي الانفلونسرز النقيين، ولكن انت موسخ صاحبي، كتمشي للانفلونسر موسخ كتفرج فيها صاحبي، في الاخر كتعاود تسب وكتكتب هاد المدافاكر، هاد الانفلونسر هذا عيان، ديال مش شنو قال، واش انا غادي ندير هادشي الدراري، اش انا كندير هادشي، واش انا كنشد شي انفلونسر نكلاشا صاحبي ولا نسب ولا نتفرج فيه من البدايه، ما نتفرجش فيها صاحبي، تفرج صاحبي في اللي يفيدك صاحبي، راه مينا ان قلتي لي تفرج في الفيديو ديال فرتلان اللي كتسميه انفلونسر ديال الزبل، ومع كامل الاحترام راك انت زبل، يعني انت ملي كتكون في عقليتك حرتوك كتمشي تفرج في الحرتوك، علاش؟ لان عطى الله الواعرين، علاش مشيتي تفرج فيهم؟ يعني بدل تجي تكلاشي لي شي انفلونسر ولا تقول لي راه انفلونسر ديال الزبل، اسمح لي يا خويا راك انت اللي زبل اللي مشيتي كتفرج في الزبل، علاش يا خويا ما بانش لك لندن ريال، ما بانش لك فاليتينمنت ديال باتريك بيت ديفيد، ما بانش لك العالم، ما بانش لك عند العرب، عند العرب كاينين بزاف ما كنتابعش انا العرب، العرب كتب لي شي حاجه كتب غير كتب احمد عماره، تفرج فيديو تاع احمد عماره، عطى الله الانفلونسرز النقيين اصاحبي، عطى الله، الله يرحم لكم الوالدين الاخوان، تفرجوا في شي حاجه نقيه، راه داكشي اللي كتزرع هنا هو اللي كينبت، الله يرحم لك الوالدين، راه ما عندي انا باش 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 نضرك ولا نقول لك شي حاجه تنبقى ندوي بالنا شي قلب، لحقاش عقليتك عقليه القلب وعقليتك فادي ما شمتها لانك شماته، وسمح لي يا الاخ الا كنت شي واحد نادو ندوي معاك بحال هكا، راه لحقاش كندوي معاك بغيره، راه ماشي كندوي معاك باش نتشفى فيك ولا شي حاجه، راه ما يعني باش نتشفى فيك، عطى الله الانفلونسرز الزوينين في العالم العربي، وعطى الله الانفلونسرز الواعري في بلونجلي، وعطى الله الانفلونسرز الواعري بالفرنسي، وعطى الله الانفلونسرز الواعري، الله يرحم لك الوالدين، تفرج في شي حاجه زوينه ونقيه، وراه ما يبانش فيك المفعول، راه ماشي مش تفرج غدا فيديو ديال شي واحد وتجي يبان فيك المفعول، لان راك سنين وانت كتفرج شي حاجه خايبه، وبالتالي باين فيك المفعول ديال ديك الحاجه الخايبه فاش كتفرج، خاصك عاوتاني واحد شهرين ثلاث شهور حتى ست شهور وانت كتفرج شي حاجه زوينه يوميا. اخوان راه مثلا الكامان دير كنطلق شي كونتوني زوين، راه من الكامان دير باغي نتمسك تنطلق شي انترفيو ديال باتريك بيت ديفيد، نطلق احمد عمار ضرب لي زيكوتر في ودنك تكا، تعلم اصاحبي تسمع شي حاجه زوينه، هذاك الشيء راه ياثر على حياتك من هنا لقدام، تعلم تقرا، تعلم بيزنس اصاحبي، تعلم شي حاجه، راه انا راه ما مساليش الاخرين، راه ما مساليينش، راه يوميا صاحبي تبقاو تتقهروا بنادم بواحد السؤال، او تقول لنا التسويق ونتعلموا التسويق، وعلمنا انت التسويق، كتقول لنا السيلز والمبيعات علمنا انت السيلز، علاش انت حمار اصاحبي وكتسناني انا ندير لك كلشي، علاش كتسناني نجيب لك الماكله حتى لعندك، انا راني دويت ساليت، قلت لك سير تعلم السيلز راه تنفعك، سير تعلم الماركتينغ راه ينفعك، راه عطا الله صاحبي الدورات، عطى الله صاحبي الدورات في الانترنت، راه انت لقيتي المعلومات يمشي تستين عليك،
راه والدينا ما كانوش لقاو المعلومات، راه كان يقلب على كتاب ما يلقاش، يسافر حتى للمكتبه باش يقرا كتاب في المدرسه، والله الا لقى المعلومات اللي بغى بالله ما يلقاش. انت لاقي الانترفيوز، لاقي الفيديوهات، لاقي الدورات، لاقي الكتوبه، وما بغيتي دير والو. ما بقاش ندوي سلبي الاخوان. الله يرحم لكم الوالد، الله يرحم لكم الله يرحم لكم الجدود. تعلموا الايكوميرس، شو قبل الايكوميرس تعلموا الماركتينغ، ينفعك في الايكوميرس، ينفعك في حياتك. تعلم السيلز، تعلم المبيعات، ينفعك في حياتك. تعلم الكوبي رايتينغ، راه ينفعك في حياتك. تعلم الثلاثه هادو، راه ينفعك ينفعك. المبيعات، المبيعات الماركتينغ والكوبي رايتينغ، كلشي كاين، كلشي كاين. راه ما كيبقاش في هذا الزمان هذا شي حاجه مخبعه، ولكن اللي ما كاينش هو اللي جلس، اللي جلس يقرا يوميا، يقرا يوميا. الاخوان راه واحد سميتو جون ماكسويل شنو قال لك؟ قال لك اسيدي، قال لك النجاح كاين في الروتين ديالك اليومي، وشي حاجه كديرها انت اللي كتفرج فيها كديرها يوميا. انا يوميا كنطلع للخدمه نشوف كيفاش نزيد نديفلوبي الخدمه، الخدمه غاده مزيان ولله الحمد. نهار كنتريني، نهار لا الحمد لله الصحه، الحمد لله ولله الحمد. المهم داكشي اللي كنخدم عليه تعطيني واحد النتيجه ولله الحمد. انت شنو كدير يوميا ومعطيك نتيجه بحالها ولله الحمد؟ كتفرج في حياتك يوميا، داكشي قول لي شنو كدير يوميا، راجع الافعال ديالك يوميا. نطلعوا شويه الكلاشات، كنوض من النعاس كنرجع للنعس، هذا هو الحجر الصحي. شو ما اخذ دير هذه القطعه ديال كنوض من النعاس وكنرجع للنعس، ما جاتش. بالعكس ديال الفطره باش تتعلم شي حاجه، باش ملي نرجعوا للحياه تلقى ما باش تخدم، تلقى راسك هارب على الاخرين. هذا الكونتوني، هذه الهضره اللي كنقول ماشي لكلشي الاخوان، ماشي لكاع الناس، هاد الهضره ماشي لكاع الناس. هاد الهضره هادي تندوي دابا، تندوي مع واحد الواحد في المية ولا جوج في المية ديال هادو اللي كيتفرجوا فيا، ولا هادي يخرج بواحد العبره، وهادي يمشي حاجه اخرى عاوتاني يوميا. والله الا فهمتي تجيك الشفقه، وحق الرب الا كتجيك الشفقه على دين ام هاد الشعب هذا. خويا سيمو مشيت شفت هادشي لقيت خاص يكون عندك مع لونكلي، خويا سيمو شفت هادشي لقيتو خاص يكون عندك مع الماركتين، خويا سيمو شفت هادشي لقيت خصو يكون عندك مع لونجلي مزيان. كيفاش يكون عندك؟ كيفاش يكون عندك؟ واش انا تزاديت عندي لونجلي، ولا تزاديت عندي العربيه، ولا تزاديت عندي الماركتينغ، ولا تزاديت عندي السيلز؟ كيفاش يكون عندك؟ راه كتمشي كتعلم، راه كتمشي كتعلم، راه هي شويه ديال التعلم، راه خاصك تعلم. راه لونجلي تجلس تتعلم، تجلس تتعلم. بورتابل قرب يدي شارجه، تجلس اليوم على غدا على بعدو راه تعلم العربيه، لونجلي، فرونسي، الماركتينغ. غاتهز الماركتينغ، غادي تيليشارجي واحد خمسات الكتوبه، بدا بواحد، قرا الكتاب الاول، قرا الثاني، قرا الثالث، قرا الرابع، قرا الخامس، وليتي سيدي حسن من 90% ديال الناس في الماركتينغ. 90% ديال الناس اللي في الارض وليتي حسن منه. الا جا هما يدوا في الماركتينغ هاد الكراسك حسن من 90%. ومن ورا ما تقرا خمسات الكتوبه بدات المسيره ديالك، عاد ديك الساعه بدات المسيره ديالك، الا زدتي شي حاجه كيبدا لي احتراف، تبدا تخصص في ذاك المجال، وهنا غادي تولي، غادي كتولي احسن من 91%، احسن حتى توصل لديك 1% شي نهار الا كتب، الا كتب الله واستمريت. ولكن انت كتجي بحال هكا، خويا سيمو انا ما عنديش مع الماركتينغ، شنو بغيتي ندير لك انايا؟ نسو فايل، نسو فيشي من هنا نحطو لك في دماغك. خويا سيمو انا ما عنديش مع السيلز، خويا سيمو انا ما عنديش مع لونجلي. يا ريت اخويا انا ما كرهتش هاد الدماغ، غادي نهزو نحطو لك تمايا ونتهنا، ولا نمشيو حنا كاملين نهزو شي دماغ ديال بيل جيت. الاخوان راه كلشي كاين في العقليه. انا هاد الايام زدتي كنفكر في واحد المثال، تنفكر في واحد المثال وجاني في شكال. قلت دابا انايا، انايا لرجعت للزيرو، وجابوا لي واحد خونا اخر رجعوه للزيرو، ماشي هو من الزيرو، هو من الزيرو، واحد خونا للزيرو، انا يردوني للزيرو، وبدينا بجوج. قلت بربي لا غادي نشرشمو، قلت والله حتى غادي نشرشمو، بالله الا غادي نشرشمو، انا هرب عليه بسنوات ضوئيه.
ويقول لي راسي اجي ولا جدينا بيل جيت ردينا للزيرو وشدينا مارك زوكربيرغ مول فيسبوك ردينا للزيرو وشدينا ايلون ماسك ردينا للزيرو وشديتك انت انايا رديت راسي للزيرو وانا نضحك بحال هكا وانا نقول اي شرشموك وحق ربي لا اي شرشموك زدت كنضحك على راسي قلت اي شرشموك يا معلم والله حتى اي شرشموك عرفتي علاش العقلية غير مع راسي جالس كان ديما انا عندي حوار مع راسي ديما النهار كامل تندوي مع راسي ديما كنسول راسي كنجاوب راسي سول راسي جاوب راسي فهمتي زدت كنضحك على راسي لان قلت بربي لا هادي شرشموك يا معلم ارجعوهم كاملين للزيرو ونقلع ما انا وياهم في نهار واحد ولكن بعد شهر وبعد عام هاي شرشموني يا معلم ما يمكنش غادي يرجعوهم هادي ملياردير وانا غادي نرجع مليونير لان انا ديجا كنت مليونير سهل نرجع مليونير هما ديجا كانوا دي ملياردير سهل يرجعوا مليار اللي صعيب هو تكون فقير ودير شي حاجه الفرق كاينين هنا انا ما كنتش عارف الفرق فين كاين دابا شنو كنحاول نولي ملياردير ماشي بالخدمه بالخدمه بلوس خاصني العقليه ديال الملياردير يوميا كنديفلوبي العقليه ديالي باش تولي طريقه التفكير ديالي ولا العلاقات ديالي ولا كلشي ديالي بحال شي ملياردير عاد ممكن نولي ملياردير ماشي بالخدمه بس نضرب تماره ونتقاتل هادشي ولا بودا منا ولا بودا منا لاني دابا انا ديجا كنتقاتل كنموت ولكن ماشي هادشي اللي غادي يدير لي 2 مليار ماشي هادشي اللي غادي يدير 2 مليار كاين واحد الحاجه سميتها العقليه هادشي بلس الخدمه كامله خاص تقلب فيها شي حاجه يوميا كنسول راسي هاد السؤال هذا شنو كيديروا هاد الفاكين بليونيرز اللي ما كنديرش انايا وكتحسن الخدمه الحمد لله يوميا كنقول كيفاش كيفكروا هاد كنطيح في شي سيتوياسيون كنقول ايلون ماسك طاح في سيتوياسيون كيفاش كان غادي يتصرف كنحاول واخا ما نتصرفش بحالو كنحاول نفكر كيفاش غادي يتصرف وكنتصرف بحالو ماشي بحالو لانه ماشي هو ما عرفش هو كيجي يتصرف وانما كنحاول يعني بالتالي كاين واحد التحسن انا الاخوان كنبقى نقول لكم ديما راه العقليه 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 راه واخا تعلم فيسبوك غتبقى تضرب تما هي حياتك كامله راه انا راه كنت كنضرب في السي بي اي حتى حماقيت ضربت 2013 و14 و15 اتسوكا تقول لي لا ولكن كنت شي مليونير ولكن ماشي شي مليونير ماشي شي واخا هكداك فهمتي واخا هكداك ماشي شي شي حاجه ماشي شي حاجه فهمتي واخا هكداك كان باقي فيا الجوع معلم باقي فيا الجوع فهمتي ديك اللعبه ديال عقليه عقلي انا ملي كنتفكر راسي ديك الساعه ما راضيش على راسي يعني فهمتي ديك اللعبه ديال ماشي بحال دابا ماشي فرق كبير امان فرق كبير ولكن دابا زعما ماشي تنقول لك ماشي بحال دابا باش نقول لك انا واعر حتى لعبه حتى لعبه باقي خاصني بزاف في الخدمه باقي ولكن يوميا الحمد لله الانسان عنده طموح اصاحبي عنده طموح عنده طموح الانسان كيطمح تيقول لي خاصني حتى انا نولي ملياردير وكيتقاتل وكيفكر كثير انك تفكر راه شي حاجه المشكلة ديال الشباب المغربي تيبان ليا فيه ما تيفكرش ما كيعطيش حتى لراسو غير الامل ديال يفكر غير يفكر الا بديتي كتسول راسك يوميا اللي دير شي حاجه مزيانه تسول راسك كيفاش نصوفي هي نعلبوا الوضع فينش عايش كيفاش نصوفي كيفاش نصوفي كيفاش نصوفي كيفاش نصوفي عقلك كيولي شي تيقلب على الفرص ولكن انت مستسلم انت مستسلم معلم تقول لي الله ينعلبوا الوقت ينعلبوا الزمان الشفاره كثروا قارونا صافي وكتفرج في حياتك وعايش ومامن ومتيق باللي راه اللي نجح راه غير المكتب ديال الله هذاك كتجعل الخدمه ديال بنادم والمقاتله ديالو والله راه تيوقف مع بنادم الا خدم انت ما خدمتيش باش يوقف معك الله ما درتي حتى حاجه علاش يوقف معك الله غيولي بحال قلت الله كيعطي مثال ان خوتنا اللي ما كيخدموش هما فين وصلوا وما يمكنش ما عمرها ما غادي تكون ما عمرها غادي تكون تولي السيبه معلم كم الله تيشوف الناس اللي كتقاتل وبعد ما تتاكد انها كتقاتل وكتموت كيعاونها باش تكون قدوه للاخرين اخوانا نمشي والله الا بان لي غادي نمشي فهمتي تبارك الله عليكم اللي بغيت تحرك راه غادي تحرك يلا الاخوان طلعوا لي فراسكم بالتوفيق لكم.